الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أن يكيكي ترمان لو مفرداتي كدب بيانزانين أنيا بالفتح والتشديد، جاء أن بالفتح والتشديد حرف تأكيد. أواني خوش من العامل هاتبو تحقيق، تحقيق التأكيد هل يكيك حرف تأكيد. أم أنيش وكو أن وتؤول مع معموليها بمصدرين، وبتأويل أبريا لقلدو معمولك يا بمصدريك كأو مصدر لشي درو سكري من لفظ خبرها إن كان مشتقا للفظ خبرك كأجر مشتق به. يعني مثلا تو يسك علي بلغني أنك منطلق، بلغ فعل مازيا أنك نقايا كمفعولك ياتي أو تمفعولي غير صريحة منصوب نزي خافلة، يعني بلغ إلي إلى أصلا. أو جملة أنك منطلق بسريكو فاعل بو بلغة، أن حرف شفيلة كافك اسمك يأتي منطلق خبرك يأتي. جاء أم أن تأويل ما بعد خوي أداته بمستر، يعني شي يعني خوي دام يعني ولي كاركك مستري خبرك، يعني وقت خبرك مشتقبو مستري خبرك إذا فكري ولا اسمك اسم اسمك كافك مصدر خبرك انطلاق، أبيت شيء بده بلغني انطلاقك، انطلاقك تو غيب من وبالكون إن كان جامدا. وأجر هاتو خبرك جامد بو تأويل مصدرك يعني تؤول مع معمولها بمصدر نم لفظها، بلكو تؤول بالكون مؤول بك كوني شر مصدره، ولئن كان جامدا أجر خبرك جامد. وكو مثلا بلغني أن هذا زيد بمن جي وكأم زيدة، إيسا بلغ فعل ماضي نكن نقايك محولك يأتي جملة أن هذا زيد بسريكو محل المرفوع خبر ببلغ. إجا أم أن يا أمام مصدر كرة حرف مشبه فعل أبو تأكيدة، هذا محل منصوب اسمك ياتي، زيديش كمرفوع ديارة وخبرك ياتي أن هذا زيد، يعني بلغني كونها شن تأويل بجامد نابري وكاتب بمشتق خبرك مصدريني هذا زيد مصدريني عربي مجبوري وكاتب يجين بلغني كون هذا زيدا وكاتب بلغني كون هذا زيدا قيوة بمن بوني أما بزيد وقت كونك أبي تفاعل وبلغه كون مزاوله هذا مزافلتي او اخت اضافه مصدره مثلا افعال ناقصه ولا اسمك كهذا، يعني او هذا محلا مرفوع درس يسمى مجرور شلون بو تمزافلي ولا محلا مرفوعه ابدا اسم بو كونك خبرك امر زيد كجار المرفوع ما نخبنده شنو يسبه بخبر بو كون دو تاويلك بمنصوبيه خنو على زيد بلغني كون هذا زيدا أو حالبون خو تمام إن جدواي أو أمر دين سر إن هم بك أنا إن أبدا برضو شديد إبن سر أو النبو أمر إن شكاري على إن بالكسر والتشديد تريد حرف تأكيد، يعني إن بكسر والتشديد بحرف تأكيد ده كأم دي تنصب الاسم وترفع الخبر، اسم منصوبك وخبر مرفوعك ونصبوهما لغة، ونصب هردوشان لغتك للغات عرب، يعني منطقيك لعربنا وعربكانا قبيليكنا وعربكانا هن اسم خبرك هل كان منصوبك إن زيدا قائما إن زيدا قائما أو أجل أوكاتا مگر آوا هر بیشی بله اول کان اسم دوم کان خبر خبر و اسم کان میده شب اول و دوم فرقیان خیلی. ابتدا لغتی که امجر و قد تنصب ضمیر شأن مقدر و جاری و هیا ام اینیا اسم کی ضمیر شأن بی، یعنی ضمیر شأن کی مقدر بی و قد تنصب ضمیر شأن مقدر این جاری و هیا این منصوب که ضمیر کی شأن كأول ميرا شأنا مقدرة فالجملة خبرها
امر جمله كان لدواي ان وقرايك خبرك حديثك يا كنازل حديثكم لبل بأرى ان من اشد العذاب ان اشد الناس داي عذابا يوم القيامة المصورون باشا إن أشد الناس عذابا نا أخذت مشاكة قروابي لواء اسمك هي هيا نعم أستاذ أشد الناس يا بابا خليل إن أشد الناس إن أشد الناس باشا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يعني بيقمان مثلا شديد ترين سزاور قر كسزاور قر سزا أدري وأمان لو روج قيامته كين المصورون أو كسلا كتصويرك ياشن مجسم دروسا كان أوان جاء سائما إن حرف مش فعلا معمولا أشد نبي مثلا اسمي إن نبي إن أشد إن أشد ما خندهاته أوان والله مستوى ناخد النواح عشان إن أشد الناس أخواننا جايسا قال أشد أخواننا إن حد شفيله اسمك يا مسيب الله ميري شأن خو أمره أشد بكب مبتدا أشد مزاولي الناس ناس مزاولتي عذابا تميز لنسبة داني أشد ولا عذابك المصور خبرك يتي جملي أشد الناس عذابا يوم القيامة كش ما تركيب ناكر المصورون أو بسني كوبيت خبر بوشي خبر بو إن اسمك الله ميري شأن أو تفهم أي حديث كان أوايا إن من أشد يسيرة جاء إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أزاني شو أنا جاء وكاتا أي سمع مرنية شن إن شو تسر من أشد جار مجلك هاتوا أبو أويد وأوانية المصورون المصورين بوايا حالبي يعني أو اسمك بوايا أم جار مجلك خبرك بوايا كاتب ما دام أو مرفوعة بس كاتب تونا بحساب أم مثلا بو اسمك بقري لم جملة اسمك لم جملة أي اسمك هالك بي لمير الشأن أو اخت أقر اسمك لمير الشأن بأمر المصورون من بكو مبتدع مصورون المصورون من أشد الناس عذابا يوم القيامة جاء جملة كبه خبر بو إن أي سمت واجب إلى عبارتك كواتا أشدونية أشدونية نعم ويكمل بيستو ما أوايا إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون إيسا زاني بوشي أزانين أما الله ميري شأنا شنية من جار مجرور تقول مثلا إن في ذلك لعبرة في ذلك جار مجرورك كوتس دواي إنه بدواي أوا اسمك بمنصوب يخبريتو شنك بوشي أوا اسمك دوا كوتو الليوا يعني زمان خبرك ظرف بيه جار مجرور بيه خبرك بيش كوي جار مجرور لك يا ظرفك اسمك دعاء كوي حالبون جاء اسك جار مجرور لك ليرا مثلا ظاهر لا بيش شويه حال ان من اشد الناس خب ابو اخرك شي بوايا او المصورون نيا ابو المصورين بوايا او بمنصوبها تابو باب اسمك وكشون ان في ذلك لعبره عبرتك بمنصوبها وبوب اسم وان حالبون أم جرى شاش والمصورون بوايا المصورين أخت مصورين أبو باسم وإن من أشد يكش معنى كربة خبر كجار مجرورة إيساك المصورون هاتوا رين خير نابي اسمي إن لنا أم جملة أبي يعني من أشد أو كذكر معنى كربة جغل إن لجملة كوا اسمي إن تانية أي اسمي إن لكوا والله ميري شأن يعني لسوا إنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هيك لمير شأن اسمتي أمجال لمير شأن نيازي بمفسر هيا شتي قال التفسير بجبلش تفسير كنيتو دي المصورون كو مبتدا من أشد الناس كو خبرك المصورون من أشد الناس عذابا يوم القيامة حالب جالي رعلي بلي أوي جالي وعي أم إنيا منصوب أكالمير يكي شأن مقدر أقر وابو فالجملة خبرها جملة كيدو هي أبت خبري أم جارة لبيش أوتي تريد حرف تأكيد دواي أوا
وترد حرف جواب بحرف جواب جديته وكون نعم. مثلا كابراء فرسي بره هل جاء زيد توب جيغي او كبيجي نعم اجي ان او ان يعني نعم او حربي جاء اگر ان بمعنى نعم بي نا اسم قريونا خبر حرف جواب وقت. وعد المبرد من ذلك قوله تعالى ومبرد حسابي كردوه آلم آلو بابتا يعني لويكوا إن حرف جواب وكن نعمة وكن نعم وابي شي لو بابتا حساب كردوه قولي خواهي تعالى كقولي خواهي تعالى كامسة كافرمي إن هذاني لساحراني يعني أعم قراءتي يعني قراءتي تليهاتوا الله ما خواهي قولي فرمتي إن هذاني لساحراني. خب هذاني مبتدايا مثلا أولى ما لام ابتدايا لسر مبتدايا كي مقدر لهما ساحراني سيرين بو شوية هما مبتدا ساحراني خبر كثير لهما ساحراني بس يقول خبر بو هذاني يتر إن مثلا أوتا عملنا كردوا أو قصي مبردة جاء أو إن ين بمعنى نعم نية وقتك مثلا فرعون قصي كردوا أوانا لقي خلال قسكانيا وتي بلل اما انا جادو قر اوا متوجبي شوف ما اخوي يقول عمل زماني فرعون وجرته جائسه ورده يجب اوهنيه يعني او ان يلي باب معناين عبديه بشر دو كرياله بامتناع اللام في خبر المبتدا شن اگر وابه يعني اگر ان بمعنى نعم بحرف مشافع النبي هذاني ككرب مبتدا مثلا ساحراني وتخبركي إن جاء إما قتما ندي وكلام لسر خبري مبتدا زياد كري عربي أو مثلا إسان لام كرس خبري لام لسر خبري إن زياد كري كلامي مزحلقي في عرب حالوان بلام لسر خبري مبتدا زياد نكري إيسا كرس لسر ساحراني زياد كري معنى واي ساحراني خبري هذاني نية بلكو خبري إنه جاء أجر خبري إنه بحق وتلام إلى سلبي بلا أو قصي مبرديك كلا تأويل كاني أما تأويلات الجزور كا قبل باسي أم تأويل ما نكردوا يكي كان هر أوابو أو إن يمن بمعنى نعم دعنا ماشا يكي كي تريان أويا أما إن هر حرف مشبه بفعل بلا أما هذاني خوانيات النيوت هذيني إن هذيني لساحراني نوتوا لبر اوياك لناو عربا قبيليهن كهميشه تثنيه بالف اخوان نوا لحالتي نسب جرشه هر يجن مثل رجلاني رايت رجلاني مررت بالرجلاني هل اوايش جائسه اگر اما بر اساسي قصي او قبيله شبيه يجن كاك ام هذانيه كليردا هاتوا أأمان نيم جور قراتنا قر ثابت به باشا قولترين تأكيد تياب حقوق بشر كاركسي بزماني خوي قسكا يعني في غنبر دولي خوي لسر به قريشية خلقي قريش أفصحي عربا قرآن بزماني أوادوا كشي هيتاو فسالة هندي شوينا باشا هندي آيات أبيني كرعايتي زماني زعيفة كاني شتياك لاوا زماني أواني يعني زماني أواني نابي فش بيخري تواجبون هو خوي زور مهمة براسي جاء أمجارني بله أيت أمجا هذاني ديارة تقديرا منصوبة وكات اسمي إنيو لامك لامي تأكيد أو ساحراني خبرك يدي أما نسأل أساس أول شيء كان أبو كمان أين عم به أتواني نقرأت حفصة إن هذاني ساحراني باش إما أيت هو شاهد إيمانية أو حالبي أمجا داني كي تريان أقر لسأويل كان أو إني وقعيس أو حديث كما أخواني دو أمي رميري شأني تيابي يعني اسمه كي مستطير ببضمير جاني إنه هو جادواي أقر وابي هذاني لساحراني جملة بلان أو أختج أو إشكالي لمبرد قيلا ولا إيمج أديريا لو كاتا إيجي كاكا أو أختج هذاني مبتدايا خلام ناشي تسر خبري مبتدا مجبوري لواء تقدير يبكين بيجين كاكا ولا لا إله مكوه هما يق مقدرة يعني إنها هذاني لهما ساحران إتأ وقتل لهما ساحران خوي
جمله لا ماشي سر اولي جمله درست خبرك انها سر مبتدا شيء مبتدا كش روايه مقدره لهما ساحران لكن خبر به هذان حالبي بس اما تاويله كان يكيك بنا عم كردمان يكي لسه تقدير الرعايه لغتي او عرباني كتسميها من شباب الفخوي النوا يكيك ايش كان ضميري شعدي تيا مستتر به باشا يقدواني كتير جاء قراءة قليل كتير يكيانا ويا علين مثلا أم هذايا هذا بمفردي ألفكي هيا وقتك تسنية كيتو معمولا لحالة الرفعة ألفونون زياء كيبو تسنية ألفكان بونا سدوان إيدي دوان دوان وش دانيك حذف كريه أو داني وحسب كردوا ألفي عرابة كبوا دي أقل قرار بي لحالة النسبة بي بي ألفي عرابة وخو ألفي بنانا بي أما كما وتو ألف بناكية يعني أو هذا عندي باشا أسألوا تقديره كواتا أم ألف ألف بناية كواتا شن ألف بناية بوين قراء كواتا محل منصوبة أما ش قصيك قصيك يتل أوياك أما قصي ابن تيمية رحمة إخوائي لبي أو ألي بالي ألي أو اسم إش أو اسم مبنياني مثلا اسم إشارة أغلب ما معمولنا على اسم إشارة وموصول لتسنية كان ينا معربا أغلب كاك أو اسم إشاراني كتسنية كان ينا معربا أغلب تسنية اسم الإشارة أصل واية مبني به لبرتي شنك دو حرفية هاك هاي تنبيه خلج اسم الإشارة كانية حق واية كأشياء مبني به مر عاتي بناكي كراوة إرادي لي أقرن باوة مثلا إتوى تشكي مثلا تسنية موصول اللذيني على ربنا أرنا اللذين يعني أودوانا من بيبدا نجعلهما تحت أقدامنا أو الجواب ذاته على تسنية موصول لقال تسنية اسم الإشارة فرقية لأن أوسية حرفية شبهات زيادة باسمها حتى أو كاتا أمجد تسنية كش بقريه على نباشة هلا اسم الإشارة بودين أريد أن أنكحك إحدى ابنتين هاتين أهاها على تيني اسم الإشارة أو إحدى ابنتي ابنتي أو تيني صفتي ابنتي أخي ابنتيني بو ولا شو إضافة كرا ولا يك نونك إلى إضافة رويوا باشا جا تيني صفة بو شيء صفة بو ابنتيني تيخو أو تيني اللي هو اسم الإشارة أو مثلا معرب جبو لقرآن الشاعر كاتا أبي أو تأويليته دروزنية أو إشارة ذلك هنا أو تناسب رعاية كراوة تناسبك أذاليش يا تناسبك أو يشن لبنا بناي تسنية كترايا سابنتيني معربة وتسنية أم يشن لبناي أوايا بوتناسبك رعاتي أو تناسبك راوة لبرخاتري أو أم يبى معربي هاتو أينا واللي رشن موقعتك يوانية بمبنيتي هاتو وش تأويلك تأويلك جالب إيشة من بو أو باسي تناسبة زور شو أنا بيرشك دي لبر أو تناسبة لقاعدة أصوي عدول كراوة مثلا بوينا هل القرآن همانا معمولا نايسا عجوفة عجيفة صفة عيبة أقر صفة مشبهة اللي ورقري بو نيرا بيبلي أعجف بو ميش بلي أعجفاء كشي لقرآن هاتوا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سمان جمع سنين سمينية سمينية يعني قلو يعني حومانا لر حومانا قلو عجافش بري أشياء آلوانية مثلا أبو عجف بواي عشان كهر كان آخر هنا كان أعجف بي يا بري عجفاء بي أقر جمعيان كيتو بروزني فعل جمكرينو مثلا بيفرمواي في سبع بقرات سمان يأكلوهن سبع عجف نك سبع عجاف ولأولى قاعدة عدولي كريه خواهي تعالى لبر تناسبي سمان چون سمينو عجفاق زد يكن أو دوانا چون كزدك السمين بوتا السمان بروزي فعالة شاكا أوش كالدوايادي أوش بروزي أو هاور دوا خواهي تعالى بو أويك تناسب لبيني أو دو لفزدا قرأو له تناسب نفوتي لبيني أنا لشوانا كترا همانا معمولا مستر كلسر وزني فعول بو مستري ناقص لا معتل لام
لسر وزني فعول بو أبي شيء بي أبي مثلاً علوان تغيير وكان ندي علوة باشا ولي يجمع وردمانها يا أخوي جورا أو الرعايات نكردوها مثلاً سكان عتون دودا نواويها واوي دوامي يجين أمام متطرف ما قبلك ملمومة شن مد كلمة قبلياتي بهاني بيجرني اعتباري ناكين يجين مد أما حاجزي غير حصينة اعتباري بناكين وآخركا كين إيه لبر شيء كين بيه لبروا متطرفوا ما قبلك ملمومة واو متطرف ما قبل ملموم لفعلا هيا وكو يدعو أما لا إسمانية ما قال لا أسماء ستاعوش قران كاريد يا بسريا لا أولوا قران كاريد يا بسريا لا هو دا أو مبنية أو أنا حسابناك جائسة بالي وكا كيني أبيت شيء عتويون داي ما قبلي يساخ لكي واوا يك يساك واوا يساكني يجد بيشوتي وتوما أنا أجر واويا لكلمة كوب بنوا سابق كيان ساكن بيه واوا كأكين بيه يلي أدغم كين باشا وما ما قبلك شيء أبي بكسر بيت عتيون باشا جاري واهي لو جورش وأنا على برتبعية فعل فعلك شيء الله ما كيبي بكسر بيت عتيون لقرآن هاتوا وننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أو عتيانا بجاء وك بفرم عتوا وأين فرم فرميت عتيا حاربي أذان وشي شنك هلو دور براتيا سجدا وبكيا أولى بها صليا أقل لي وابي فرمي عتوا لقل أواني ترجم سركان يقناكم متواجبون قالت أها لبر تناسب قاعدة بجاء هضري جاري واهيا لغير منصرفاتية أواني على قوارير من فضة وشي أو كانت قوارير أخوانا غير منصرفا ولي مثلا شن شي آخري مثلا جمسري آية كان قشتيان بألف ومنون أو غير منصرفة لبر تناسب تنويني في هذا القرآن في روزة حاربون جاهسا اوانا اجا او ابن تيميش اما جاء كابا وقالي اقرتو اريدو ان انكحك احدى ابنتي هاتيني اكي بدلي البسر منو او لبر تناسب معرب بوا اينا وقت اخو منيش نابل نعلم قد معربنا به علم اصل وايا معرب به حالبوي كواتب ممكن لبر تناسب يا لبر هندي هو كاريتر ليوا مبني اينا حق وايا تسمي مبني هر مبني به اوا متواجبون جالبر أو 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 بنج تأويليك معمولا لأن هذان لساحران أو قراءته هنا أنا قراءتك قراءة تخفيف به إن هذان لساحران به إنك إني مخفف لمثقلة عمل مدراوة هذان مبتدايا أو لام فارقية يعني بوي هنا وما نتا فرق من بوخا لبين إني نافي و إني مخفف لمثقلة ساحراني جبت خبرك هو بس من بيتا رموا فقط إن شاء الله.